لنحكي أكثر عن فقدان الشهير العصابي. معنا استشارية الطب النفسي وعلاج الإدمان الدكتورة شذا أبو حمدة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك، تشرفنا فيك دكتورة. بداية بدنا نعرف ما هو فقدان الشهية العصابي. تمام، هلا هو فقدان الشهية العصابي مصطلح احنا يعني دائما نتعامل معاه اللي بنسمع كلمة الأنوركسيا. نعم. الأنوركسيا نيرفوزا هو المصطلح العلمي لإله، واللي هو نوع من أنواع اضطرابات الطعام. نعم. طبعا هو المصطلح حقيقة مش مصطلح دقيق، هو ترجمة لكلمة يونانية إنه هي أوركسيا اللي هي الفقدان الشهية. الحقيقة إنه هذا التشخيص هو إنه الشخص بيكون بيعاني من وبنعتبره من أخطر حقيقة من أخطر أنواع اضطرابات الطعام اللي هي متعددة. لكن هذا أخطرها لأنه بيأثر على الصحة النفسية والجسدية بشكل كتير كبير، ومع الأسف قد يؤدي إلى حالات من الوفاة لهالدرجة. طبعا هو هي الفكرة إيش، إنه هو بيكون في عند الشخص فقدان وزن شديد أقل بشكل ملحوظ من المعدل الطبيعي للإنسان. نعم. مرفوق بأنه هو عنده دائما خوف شديد وتوجس من أنه يزداد الوزن، مع وجود تشوه لفكرة نظرته لنفسه لجسده. نعم. يعني تقييمه لجسده دائما أنه هو شخص متين. الكل قاعد بقول له انت شخص نحيف، ومقاييس العلميه اللي هي احنا دائما بنعتمدها هي البادي ماس اندكس اللي هو نعم. مؤشر كتله الجسم. نعم. بنلاقي انه هو الطبيعي من 18.5 ل 25، وقاعد اعلى من ذلك واقل من ذلك هو في اضطراب، فهي بتكون عاده اقل من 17.5. وبالتالي انه احنا في عندي نزول شديد. طبعا وفي درجات، اذا كانت من 16 ل 17 بده يكون متوسط، بتجينا حالات اقل من 15 واللي هي هذه بتكون طبعا شديد، وبسبب لنا مشاكل كثير كبيره على الناحيه النفسيه والناحيه الجسديه. احنا بنعرف انه هذا الشخص بيبدي يحاول يتبع طرق حميه شديده الى درجه التجويع. فاحنا بنعرف انه قديش اذا احنا فقدت المعادن، فقدت المواد الغذائيه، فقدت البروتينات الكربوهيدرات من الجسم، بيبدا الجسم يهزل. في البدايه هو ما في عنده حقيقه زي ما حكيت انه فقدان شهيه، هو عنده رفض للطعام. نعم. نتيجه خوفه من ازدياد الوزن. نعم. هو يعني بيكون عنده مشكله بازدياد الوزن. طبعا. يعني هو مو فقدان شهيه لانه مش عم بقدر ياكل. طبعا. هو اضطراب نفسي، لذلك هو اعتبر من الاضطرابات النفسيه، لانه الخلل مش الخلل في الشهيه، شهيته كويسه وممتازه يعني، او بتفكير الشخص يعني. نعم. هو ما بده يزيد وزن، فبتلاقيه عشان تمام. بيضل ماسك حاله. تمام. ما بده يزيد، وبصير حتى احيانا هذا نوع من الهوس. نعم. اكيد. وهو مش شيء. نعم. طبيعي يعني. هلا كل الناس بتحاول انها تنزل الوزن، تحافظ على نمط معين بالحياه، انه وزن معين ضمن الحد الطبيعي. هو لا، يتعدى ذلك وبيبدي ينزل 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 نزول، الى درجه انه هو حتى لحد الان رغم انه نزول الوزن بكون عنده نظرته لجسمه احنا بنسميها تشوه. يعني. طبعا بنكون تشوه احنا بنسميه البادي ايمج، شكله للجسم هو شايفه انه هو انه مش سليم وانه هو لا يزال في زياده وزن. طب دكتوره شو اعراض هذا المرض اللي ممكن تبين على الشخص يعني يعرف انه عنده هذا الشيء؟ هل هو بشكل عام في الاناث اكثر من الذكور، وبصير للكبار وبصير للصغار. نعم. كمان، لكن في عاده بعد البلوغ هو النسبه الاعلى، اللي هي طبعا بنلاقي انه البنت بالذات بتبدي مثلا ملامح الجسم تتغير وغيره وغيره. نعم. فبتبدي هون يبدا الوزن يزداد او تلاحظ التغير المفاجئ في الوزن. نعم. ومع الاسف في له اسباب معينه بتساعد على حدوثه، لكن كيف بتبدي؟ بتبدي نفس الشيء، انه دائما وزني بتلاقيها بتروح 24 ساعة كل شوي تقيس الوزن، يقيسوا الوزن إلى في أي مكان بيقيسوا الوزن، بيبدي يعمل ريستريكشن تحديد في الوجبات الطعام، ممكن لقمة لقمتين وخلص اكتفى. نعم. ومع الوقت بيبدي نظام زي ما قلنا التجويع، إنه ما يأكل أساسا، أو بيبدي يأكل بنهامة، والنهامة إني أنا باكل كمية كتير كبيرة من الطعام خلال فترة قصيرة. نعم. وبعديها بيبدي يستفرغ أو يرجع، فبنلاقي قديش كمان معادن ومواد غذائية رح تطلع خارج الجسم وبالتالي تأثر على الجسم. فهو نوعين، نوع إني أنا بحدد. نعم. وفي نوع الثاني اللي أنا باكل بنهامة وبعدين بستفرغ. وفي كمان بيبدي يهلك حاله في النشاطات الرياضية، بتلاقي 24 ساعة يركض، 24 ساعة يأكل من هون ويركض من هون. بتحمل؟ ما هو احنا بنقول هلا رح تشوفي كيف انه بيصير تجينا حالات على العيادة بيكون الأهل ماسكينها، الأهل ماسكينها حتى تسند لهي الدرجة، لأنه بدنا يكون لا في عضلات عندي تسند، لا في عظام، بيؤدي إلى هشاشة عظام، فقر دم، انخفاض طبعاً في الدم، وانخفاض في
جميع اللي بنسميها الوظائف الحيوية، حتى الغدد، الغدد الدرقية بصير عندها إشكال، كمان بتصير فقدان حتى للطمث، الدورة الشهرية وغيره، لأنه هي كل الهرمونات تغيرت عندها. الأسنان نتيجة الأحماض والاستفراغ بتلاقي الأسنان بتصير فيها مشكلة، الشعر بيبدي يتساقط، بيبدي يتقصف في الشعر، في عنا عدة إشكاليات، حتى نقص البوتاسيوم والمواد الغذائية كلها بتأثر على القلب، وبالتالي بيصير عندهم تسارع في ضربات القلب، عدم انتظام ضربات القلب، وبنلاقي عنا إشكالية كتير كبيرة في حالات معينة، نقص الإلكترولايتس بتسبب زي الشحنات الصرعية توصل لهذه المرحلة، يعني ومع ذلك هو غير مدرك انه عنده مشكله. بالضبط، انا بدي احكي لك كل هذه الامور اللي عم بتصير فيه امه غير مدرك. يعني انا في حاله من الحالات اجت الاهل سانديها وشافت فيه انه ميزان بنستعمله للاطفال لقياس الوزن وغيره، لاسباب يعني قياس الجرعه وغيره وغيره. بتلاقيها هي سندوها عشان تروح توزن نفسها وهي مش قادرة تقف، يعني هذا نفسيا طبعاً. طب شو دور يعني الرعاية المنزلية بموضوع فقدان الشهية العصابي؟ طبعا هو شو الفكرة؟ الفكرة انه احنا بدنا نعرف شو الاسباب. هي بشكل عام احنا بنقول ما في سبب محدد، تمام، لكن هي مجموعة عوامل. يعني انا من التنشئة انا كطفل بدي انتبه على هذه المرحلة الحرجة، انه انا مثلا ما اسمع كلمات، احنا ما بنلوم الاهل دائما، لكن بنقول انه بدنا ننتبه. يعني مثلا تعرف الطفل الصغير كان بالبداية مثلا ملان شوي، ناصح شوي، مثلا ما نستعمل الفاظ فيها يعني تلاقيهم دبدوب ومن هالكلام وناصح وكذا، جرح للمشاعر، او مثلا بس تيجي تكبر ينعتب كلمة معينة تجرحها بصير يشبهه مثلا. تمام. فهي هاي الفكره. فاللي بيصير انه الطفل ما بدركه انه هاي المرحله العمريه جدا حساسه، فبيبدي يرسم. لا طب انا ليش هيك؟ وجدوا ان معظم الدراسات انه اللي عندهم أرنيوروكزيا هم ممكن كانوا اطفال صغار متينين شوي، تمام، وممكن كانوا يتعرضوا للتنمر في المدرسه. يعني احنا بتجينا حالات كثير، طفل بقول له مثلا شو اللي بزعجك، مثلا الاولاد بيقولوا لي انك انت ناصح، طبعا مع المصطلح اللي ممكن مع الاسف يسموه فيه، فهذا بياثر على نفسيته، بيبدي عنده صراع مع نفسه انه انا لا بدي انزل وزني، وبتبدي المشكله. كمان في عندنا في عامل مثلا وراثي جدا في الموضوع، يعني 50-80% واحنا بنحكي عن نمط حياتي زائد عامل وراثي. يعني بتلاقي الام او الاب او كذا الا ما تلاقي عندهم نفس المشكله، يعني هم بالغالب بيكونوا شخصيات نظاميه، حتى نفس الشخص اللي بصاب شخصيه نظاميه مياله للبرفكشنزم، بدي كل شيء كامل، انا شاطر في المدرسه، انا شاطر في الجامعه، انا شاطر في عملي، انا بدي وزني كمان يكون مثالي. تمام. زائد الكلتشر، المحيط بيساعد. أكيد. يعني احنا عاده في الدول العربيه يمكن يكون اقل شوي من الدول الغربيه، كونه يعني سواء كانت في انجلند او اي في اليونايتد او غيرها ستيت او غيرها، بتلاقي انه بيركزوا على انه الانوثه هي عباره عن انه النحافه، وخصوصا مثلا تكون موديل او غيره. فبتكون نسبه الانوركسيا عندهم اعلى من الدول الثانيه، بينما احنا مثلا الدول العربيه الاسيويه لا بيعتبروا انه النصح عامل جمال. في محبين الكرش عند الرجل شيء مقبول، هيبه وغيره، لا ما بصير. فبتلاقي النسبه اقل، يعني تقريبا 0.4، رغم انها هي نسبه، مش هذه النسبه للناس اللي بيراجعوا العيادات، لكن الحقيقه هي قد تكون النسبه اعلى. يعني في دراسه مصريه كانت توصل ل 1.2 وشوي، يعني اعلى من 1%، معناته بس احنا طبعا شو مشكلتنا؟ المجتمع ما بينتبه على هذه النقاط. فبتلاقي انه المريضه او المريض، وبالغالب المريضه لانه نسبه 10 لواحد، احنا قلنا الاناث 10 واحد رجل، بيروحوا بلفوا على الاطباء الباطني، اطباء الاطفال، اطباء الكذا، نتيجه المضاعفات اللي صارت نتيجه الانوركسيا. بس ما بكون الطبيب انتبه انه شو سبب هذه المشكله. عشان هيك احنا ضروري انه لما يراجعوا الأطباء أو الرعاية الصحية الأولية أن ينتبهوا أنه هذا ليش وزنه نقص، ليش الغدة فيها مشكلة، لازم أسأل عن النمط الغذائي تاعت الشخص. لأنه بنكتشف أنه إحنا بتجينا الحالات يعني سيفير أنه ما في، مش قادرين يشيلوها، بنضطر أنه تدخل المستشفى لتعديل في البداية الشغلات الحيوية تاعتها. طب دور الأهل يعني لما يشوف ابنه أو بنته لهالدرجة أنه مش قادر يسند نفسه، تمام، شو دور الاهل في هيك قصه؟ بدهم ينتبهوا في البدايه، باخذوها من ناحيه عاديه وانه بقدرتها، ومع الاسف بيجوا بيضغطوا على الهاي، انت كل السبب، شفت شو صار فيك، لازم تاكل شفت شو صار فيك. صحيح. يعني ما بيعتبروا انه هو مرض، فبتتاخر شوي الحاله. فاحنا الانتباه جدا ضروري. يعني مع الاسف احنا في بعض الاحيان احنا بنعالج الطفل بنلاقي او البنت بنلاقي انه الاهل بتقول لي يا دكتوره طب ما هي كانت بتاكل كثير،
هلا خليها تاكل، بس ما بنيجي بالطريقه هذه. بننظم في شيء اسمه اخصائيين تغذيه، في شيء اسمه صحيح. كذا بنبدي ننظم وبنراجع في حال لقينا انه الوضع بدا يتفاقم ويتفاقم، بنلاقي مع الاسف في حالات قد تصل الى الوفاه بسبب انه بسبب ايش؟ بسبب فقدان كل العناصر الغذائيه، يعني الاعراض الجسمانيه اكثر، فيتامينز بكون في عندنا بيتعرضوا للاكتئاب. طبعا هذا الشخص بده يكون عرضه للاكتئاب اكثر، عنده مشكله لا عارف يعيش بالحياه بالشكل العادي الطبيعي، ولا عارف يعيش الحياه يتعامل مع الناس، ودائما نظرته لنفسه انه ثقته بنفسه جدا ضعيفه، فبخشوا باكتئاب شديد وقد يؤدي مع الاسف الى الانتحار. غير انه نقص الفيتامينات بشكل عام بالجسم لما يكون الانسان ما عنده هزال مثلا لهي المرحلة بيساوي اكتئاب طبعا، يعني احنا بنقول والعكس صحيح. فهو هاي النقطة انه الاكتئاب ممكن يشافوا انه اصلا هدول الاشخاص عرضة للوسواس القهري بنسبة 50%، الوسواس كمان. القهري بزيد عندهم OCD كمان بزيد عندهم، لانه هذا بده بيرفكشنزم في كل شيء في كل حركة بيعملها صحيح. يعني OCD موجود يعني وسواس قهري باغلب الاشياء، بس OCD لما يكون مع مرض يكون غير مشكلة. طب دكتور متى بصير في لازم يكون في تدخل علاجي دوائي مثلا؟ تمام. وشو كمان بشكل عام العلاجات المستخدمة بهذا المرض؟ العلاج حقيقة هو مش سهل لسبب بسيط، انه احنا قلنا بنتعامل مع المريض اللي هو ما عنده ادراك اني انا عندي مشكلة. لسبب انه هو شو ما بتقوله بسموه دينايل، الانكار. هو بيجي لما يكون مش قادر فبنقولوه فبيجبونا معظم الحالات، فبتجينا مودريت تو سيفير، المتوسطة للشديدة. المتوسطة للشديدة بنلاقي انه المريض داخل حتى واضح بيكون داخل في الاكتئاب واضطرابات القلق وغيرها. زائد فبنضطر في هذه الحال هي سلسلة بين الطبيب، المريض نفسه والاهل والنيوتريشنست اللي هو المعالج الاخصائي التغذية. رح نبدي كالاتي، في الجزء الرئيسي هو العلاجي، هون رح يكون باضطرابات بعلاجات اللي هو بنسميها معظمها الاسسرايز اللي هي مضادات الاكتئاب، لانه لازم نطلعه من هذه المشكلة، لأنه زي وسواس قهري عنده الفكرة بالنسبة له. ثاني شيء بنبدي نعطي العلاج السلوكي لتصحيح التشوهات المعرفيه نتيجه انه الوزن مش كل شيء في الحياه، مش كل شيء انه فكر بطريقه منطقيه اللي هو العلاج السلوكي. وبنشرك كمان العلاج الدوائي اللي هو العلاج يعني النيوتريشنست على اساس ينظم لنا طريقه كيف نرفع الـ 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 وعلى هذا الموضوع كمان دكتوره وردنا كمان هلا خبر عاجل اللي هو تم نقل الاسيره هبه اللبدي الى المستشفى بحاله طارئة. عم نشوف الانقطاع عن الطعام قديش بيأثر، 36 يوم قد يأثر على حالتها الصحية. احكي لنا رأيك بهذا الموضوع، و 36 يوم ما في أكل أو شرب، قد هذا الشيء بيأثر وشو بيعمل بالجسم؟ طبعاً يعني إحنا بنحكي زي ما إحنا يمكن صادفت قبل شوي حكينا عن الاضطراب، نفس الموضوع. أنا بفقد الجسم كل مقومات اللي بتخليني أقف على حالي، الأملاح، المعادن، الكربوهيدرات اللي بيقوم عليها جسمي، فبالتالي كل وظائف الجسم رح يصير فيها إشكالية. الكلى ممكن تتعرض لفشل كلوي، ممكن تتعرض لفشل حتى في أنزيمات الكبد، تشنجات، توقف القلب المفاجئ، انخفاض الضغط الحاد. فطبعا احنا بالنسبه لنا هذه الموضوع الاضراب عن الطعام برضه هو اشكاليه، الله يشفيها ويعافيها. ويعني احنا كنا محزنين، احزننا الخبر مع الاسف هذا اللي بيصير. دكتوره يعني احنا بالاخر انه انا بالنسبه لي وحضرتك عم تحكي بموضوع فقدان الشهيه الاعصابي، يعني بحس انه يعني دائما لما الواحد يكون واصل لهي المرحله، حضرتك حكيتي انه بيكون مثلا بيضل ينتقل الاكل او يستفرغ الاكل او بحاول انه ما ياكل لفترات كثير طويله، ولما ياكل بيروح مثلا بيحاول يستفرغه. وكمان فوق كل هذا بيكون شايف حاله انه هو لسه ناصح. هذا العمل النفسي كثير مهم بهذا الموضوع صراحه، ما راح يكون عليه هو صح. انا بحس انه اللي حواليه الاهل هم اللي المفروض يراعوا هاي المشكله. لما انت قلتي انه موضوع بيجي الاهل ساندين الولد او ساندين البنت، جدا الموضوع محزن طبعاً. يعني لهالدرجه واصل معهم انه ينترك هذا الشاب لهالطريقه. احنا ما نقدر نلوم الاهل لانه بس عامل النفسي، العامل النفسي ما هو مش هو الفكره انه مش هو
حدا خلينا نقول بيعاني، خلينا نقول فقط نفسيا بسبب ضغط او معامله سيئه من الاهل، لا هو في عنده اضطراب. المشكله احنا بصير انه احنا ما بدنا نلقي اللوم على الاهل، لكن بدنا نوعيهم انه انتبهوا ابنك كيف باكل، كيف عم باكل، كيف انا استعمل، حتى مرات بيستعملوا الملينات ومدرات البول كلها بصيروا يستعملوها للفقدان. يعني انا انتبه ما احط في بالي دائما انه الرشاقه هي الاساس لتقييم الفلاني والفلاني، في رشاقه وفي مرض. تمام، في مرض وفي يعني هي الوعي جدا مهم، لانه بتعرفي العاتق مو بس على الاهل، العاتق كمان على المراكز الصحيه ونوادي اللي هي رياضه. يعني عشان لازم يوعوا، اذا انت لما بدك تعمل مثلا نظام صحي ولا بدك تلعب رياضه بدك تاخذ بعين الاعتبار هذا الشخص شو قاعد بياكل، هل عم بياخذ نظام غذائي متكامل ولا هو بس قاعد بنزل وزن. والاهم من الوزن طبعا انا بسمعها من اخصائيين تغذيه انه الرقم مش اهميته باهميه قد ايه نسبه صحيح. العضلات، نسبه الفات بالجسم، الدهون، الاملاح، الماء، البروتين، هاي الشغلات كلها اهم من الرقم. لانه احنا بنلاحظ كمان في بعض الاحيان اذا حتى نفسهم المعالجين التغذيه بلاقي لازم يكون عنده وعي في الموضوع. يعني احنا بتجينا حالات هو بيتعامل مع الحاله كانه بيجي ببهدل، يعني انا اسف لهالتعبير، انه هو انه لا انت ما غير ملتزمه انت. أيوة. كذا هو مرض، وحتى بقطع له العلاج الدوائي لانه صحيح. ما للاسف العلاج الدوائي النفسي دائما مظلوم بالادمان وغيره انه بمتن ومن هالكلام، الحقيقه مش هيك، فبلاقيه قاطع العلاج كمان اللي احنا بالنسبه لنا واصفينه. نعم. فهي حلقه يعني متكامله في العلاج. نعم. وانا زي ما بحكي احنا دور الاهل انه ينتبهوا ما يتركوا اي شيء. نعم. ويعطوا المعلومات صحيحه. اكيد. يعني اعطي المعلومه صحيحه للطبيب، حتى لو كنت انت ما بتعرف التشخيص لاي طبيب كان. يعني انا لما بدي اراجع الباطني والله انا بنتي عم بصير نزول في الوزن كذا 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 كذا، اعطيه كل المعلومات، مش احكي له مثلا ما بعرف ليه. طب انا شايفه انا ما بتاكل، طب ليش ما بتاكل، ليش بتروح تستفرغ، بحكي المعلومه كامله. صح. حتى انه نفسه الطبيب يعرف لوين يحول الحاله ولا يتصرف معها. حتى لو كان الانسان نفسه بدين او سمين والاهل بيقولوا له انت ناصح طول عمره، وصار عنده حاله نفسيه وبلش ردة فعل انه هو بده ينحف، انه ما تروح الام او الاب يفسروا انه لا هو خليه هو بده ينحف. تمام، هي هاي يعني ونزول كمان الوزن بشكل سريع برضه بياثر. يعني بنعمل في شيء بسموه الموتيفيشنال ثيرابي اللي هو العلاج التحفيزي. نعم. يعني نعم. احنا لما تيجي الحاله بنشرح لها، يعني احنا ما بنيجي نقولها ليش انت شفتي كيفك، لا بنقولها شوفي احنا في عندنا نعم. حالات فقدان الوزن له مشاكل، خلينا نشرح لك اياها من الناحيه العلميه، مصابوا بهيك وهيك. صحيح. وهيك هيك، هل انت حابه يصير هذا الشيء؟ بيبدي الشخص يخاف، لما بيبدي يخاف بيصير عنده الموتيفيشنز. نعم. في حالات بتجينا زي الوهم، بوصل مرحله الوهم زي ال- 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 الوهم وبدنا نتعامل معاه زي المريض الذهاني، وقد نستعمل مضادات نعم. الذهان لانه نعم. ما عم يعني أكيد. تتحرك الفكره. يعني دكتور احنا نشكرك على وجودك معنا اليوم والنصائح اللي قدمت لنا اياها، وعشان كمان الاهل والمحيط باي فرد لما يعني ينتبهوا على اكله وينتبهوا على تصرفاته. نعم. هذا كله بمنع حدوث هذا المرض. اهلا وسهلا فيك. نشكرك دكتورة ونشكرك على النصائح اللي وجهتيها لمشاهدينا، وموضوع كامل انك سلطت الضوء عليه. شكرا لك مره ثانيه.